بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، فوائد القسط البحري: يستخدم القسط البحري في تنظيم هرمونات الجسم، ويعالج عدم انتظام الدورة الشهرية، ويعمل على تخفيف آلامها، ويعتبر من النباتات المفيدة التي تقي من حصوات الكلى وتساعد في تفتيتها، كما يعمل كمدر جيد للبول. يساعد أيضا في علاج نزلات البرد والزكام، ويعمل على الوقاية منهم، ويساعد على التخلص من عسر الهضم، ويعمل على علاج التهابات القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة، ويعمل على التخلص من الديدان، ويعالج الانتفاخات والإسهال المزمن. ويعمل أيضا القسط البحري في علاج الكثير من الأمراض الجلدية مثل مرض الثعلبة والأكزيما، كما يساعد في علاج كافة أنواع الحروق بدرجاتها المختلفة، ويعمل على علاج تقرحات الفم، كما يساعد في التخلص من حبوب الشباب والبثور السوداء ويحارب النمش. وللتذكير، فقد أدرجنا فيديوهين اثنين عن القسط الهندي في القناة، سنضع لكم رابطهما في صندوق الوصف أسفل الفيديو لمن يود الاطلاع عليهما. مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية. حبيبنا، ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع؟ وإذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. منرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.